الله يقول: فضيلة الشيخ، إني قد أديت فريضة الحج ولله الحمد، ولكني كنت لا أعرف الفرق بين الإفراد والقران والتمتع، وعندما أتيت الميقات وأحرمت منه نويت بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وأتيت إلى الحرم واعتمرت ولم أفك إحرامي وصرت محرما حتى أكملت الحج، هل يكون حجي متمتعا أم قارنا؟ وهل يكون حجي صحيح؟ وهل علي هدي أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت بعد أداء مناسك العمرة نويت التحلل ولكنك أبقيت عليك ملابس الإحرام فلا بأس بذلك، لأن بقى ملابس الإحرام لا يضر، وثم نويت الإحرام بالحج يوم التروية فأنت متمتع ولو كانت ثياب الإحرام باقية عليك. المهم على النية، إذا كنت نويت التحلل من الإحرام بعد أداء العمرة ونويت الإحرام في يوم التروية أو قبل يوم عرفة بالحج فإنك تكون متمتعا ولو كانت ثياب الإحرام لم تزل عليك من الميقات. أما إذا كنت لم تنوي التحلل بعد أداء العمرة ولم تنوي إحراما قبل يوم عرفة بالحج فإنك تكون قارنا بين الحج والعمرة. نعم. يسأل عن صحة الحج يحفظكم الله. الحج صحيح على كل حال إن شاء الله. الحمد لله. ولكن الكلام في أنه متمتع أو قارن. نعم. على التفصيل الذي ذكرنا. حسب نيته. اللهم استعان. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.